تتواءم مع المجتمع المصري. رياضة الجامعة أيضا الحوسبة وكمان النسخة أو الفيرجن 5G هيكون له دور كبير جدا في تطوير الرياضة. طيب في سيرفي عمل أو مسح 2019 تصنيف الرياضة ده كله علشان إحنا بننقله الاقتصاد. تصنيف الرياضة وفقا للإرادة، الرياضة الإلكترونية، كرة القدم، السلة، رياضات الحضر، الرياضات الحديثة يعني والتنمية الرياضية اللي بنعملها دي، يعني تقريبا 10 رياضات على المستوى العالمي اللي بيكون فيها اهتمام أو الرؤية للتطوير. المؤسسة الرياضية علشان نضمن إن هي هتطور ده اقتصاديا لازم يكون في اهتمام بالكوربريت جوفرنس أو الشفافية والحوكمة، الحقوق والرايتس، وده مرتبط بالماركتنج او التسويق. احنا بنوسع قاعده الممارسه وتوسيع القاعده العريضه اللي لازم تكون للممارسه، النزاهه والمنافسات، وايضا الاحداث او الكوميرشال او الاحداث التجاريه. كمان بنتعامل مع التقسيم السكاني وربط عدد السكان بالنسبه للسن، واحنا طبعا مصر الحمد لله 65% أقل من 44 سنة، فبالتالي إحنا بنتعامل مع قاعدة اقتصادية كبيرة جدا لازم نكون عارفينها. طب مؤشر الرياضة الدولي أو المؤشر العالمي اللي موجود، مصر بتحتل، طبعا أمريكا بتحتل الجزء الأول، هو الدول الأكثر رياضيا اللي فيها يعني مؤسسات رياضية زي الاتحادات الرياضية، اللجنة الأولمبية، الأندية، الاستادات الرياضية. مصر في الحقيقة بتحتل المركز 56 من 205، وده مؤشرات عالمية وليست دراسات مصرية، وده يعني شيء مهم جدا علشان نقول ان الرياضة في مصر هتساعدنا في ان يكون او تكون قطاع اقتصادي قائم بذاته ويقدر ان هو يكون مساهم في الدخل القومي المصري. التصنيف العالمي للبلدان في الاليت سبورت او رياضة البطولة، برضو دي مؤشرات عالمية مش احنا اللي عاملينها، ترتيب مصر 55 من 206 دولة، يعني تصنيف مصر العالمي للبلدان في رياضة النخبة او الاليت سبورت احنا بنحتل هذا المركز، وده شيء مهم جدا. و